الملايين من عشاق الساحرة المستديرة كانت على موعد مع متعة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بانطلاق الدور قبل النهائي للبطولة بين هولندا والأوروغواي. خلاني أتوقع قبل الماتش ما يبتدي هولندا. إن شاء الله أنا أتوقع هولندا تكسب 2-1 إن شاء الله. المدرسة بتاعت لاتين أمريكا أنا بفضلها، يعني أنا أفضل الأوروغواي. توقعات اختلفت وتباينت لأولى مواجهات الدور قبل النهائي لكأس العالم هولندا والأوروغواي، وحلم الوصول وملامسة ذهب المونديال مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين. شوط أول مثير افتتحه الطواحين بصاروخ لقائد الكتيبة الهولندية فان برونك هورست، رد بعدها الأوروغواني ديوغو فورلان بهدف لا يقل جمالا عن الهدف الهولندي. نهاية الحصة الأولى تتجه إلى التعادل الإيجابي وما زال للحديث بقية. والله الماتش مفتوح جدا، ورغم ان الماتش مفتوح كل الاجوان بتبقى من مسافات بعيده. انا متوقع الشوط الثاني هيبقى ماتش مفتوح اكتر وهولندا هتبدا تهاجم اكتر. يعني والله هولندا انا اتوقع تاخد